أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من صباح العربية. ويسعد صباحك يا نادين. أهلا سهام وأهلا بمشاهدي صباح العربية، وهذه عناوين برنامجنا لهذا اليوم. السوشيال ميديا ليست للكبار على ما يبدو، مواقع تواصل تهدد البالغين بالاكتئاب وتشعرهم بتقدم أعمارهم، هذا ما تقوله الدراسات الأخيرة. بالحفر على الخشب، فنان عراقي يحيي تراث بلاده المعماري ويبعث رسائل بأهمية الحفاظ على الهوية المعمارية العراقية. الكبة إرث مشرقي عريق وأكلة شبه يومية على امتداد المنطقة. نتعرف على الطبق من معقله اللبناني، الكبة زغرتوية من زغرتة مع زميلة رينا دويهي. تحت شعار كويت جديدة فرص جديدة للاستدامة، الكويت تشارك في إكسبو بجناحها الأكبر بين مشاركاتها الخمس السابقة. زميلتنا أحلام ليعقوب تأخذنا في جولة من هناك. هنا الكويت، كلمة لها وقعها في نفوس كل العرب. هنا الكويت التي صدرت لنا الفرح والفن. هنا الكويت الصغيرة بحجمها، الكبيرة بعطائها. هنا الكويت، أهلا بكم إلى جناح دولة الكويت. ولدينا في مواضيعنا الأخرى يا نادين. عاتب المحبوب عيني طول غيابه لا حيلة. تعال يودان داني يودان داني داني يودانا. روح السعودية تكرس شراكاتها مع شركات الطيران وتستقطب سياحا خليجيين وعرب نحو الوجهات السياحية والترفيهية بالمملكة. نهتم بماذا نأكل وليس بما يكفي بمتى نأكل. دراسة تؤكد أن مواعيد الوجبات دورها ربما يوازي المحتويات. نحن نبدأ دائماً من الفرح، ولكن سنبدأ استثنائياً اليوم من مكان آخر، كآبة المراهقين، وذلك بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. هو أمر طرح مراراً وتكراراً، ولكن ماذا عن كآبة الأكبر في السن؟ فدراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة هارفارد أكدت أن البالغين يشعرون بالإحباط والاكتئاب أكثر إذا استخدموا منصات يرتادها أشخاص الأصغر عمراً مثل تيك توك وسناب شات، ربما لأنها تجعلهم يشعرون بالشيخوخة؟ لا أدري. كم شخص شملتهم دراسة يا نادين؟ نتحدث عن أكثر من 5000 شخص، يعني رقم كبير جداً. كان متوسط العمر نحو 56 عاماً. الدراسة توصلت أن الأشخاص الذين كانوا يستخدمون فيسبوك وتيك توك وسناب شات أجابوا بأنهم كانوا أكثر شعوراً بالاكتئاب عند ملء الاستبيان في المرة الثانية. المزيد مع أحمد العناني من لندن. أنت الآن أمام أكثر ما يمكن أن يثير حالة الاكتئاب لديك. إذا كنت فوق 50 وبدأت باستخدام تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، فاحذر من أن تدخل في الحالة المرضية
التي أكدت دراسات أخيرة أنها تصيب كبار السن الذين يستخدمون هذه المواقع التي تجعلهم يشعرون بزيادة أعمارهم بسبب طبيعتها الشبابية. الحكاية كلها في مسألة فرق العمر التي قد يلمسها كبار السن حين يشاهدون صوراً وتفاصيل حياتية للأصغر منهم عمراً. هنا تبدأ علامات الاكتئاب بالتبلور أكثر، كما تؤكد دراسة أجرتها جامعة هارفارد وبينت أن أولئك المستخدمين يصبحون عرضة لحالات اكتئاب مختلفة الدرجة، حيث تقل في بعض وسائل التواصل وتزيد في غيرها، وذلك بحسب المحتوى الذي يشاهدونه خلال تصفحهم. اكتئاب المراهقين بسبب التواصل جدل قائم، والآن اكتئاب الأكبر سناً احترنا. على العموم يجب أن لا نأخذ كل ما نراه على مواقع التواصل على محمل الجد، فالكثير مما نراه اليوم ربما يكون مصطنعاً، أو كما يقال لزوم الشو، للصغار والكبار. لصباح العربية، أحمد العناني. البالغون عرضة للاكتئاب والإحباط بسبب مواقع التواصل الاجتماعي بحسب باحثين في جامعة هارفارد. الدراسة تؤكد أن البالغين ربما يشعرون بالشيخوخة بسبب رؤيتهم لما ينشره الأصغر عمراً منهم في مواقع التواصل. الحالات زادت خلال فترة كورونا الأولى، حيث استخدم البالغون مواقع التواصل كمهرب من الوحدة، لكنها أثرت عليهم سلباً وأصابتهم بالاكتئاب. الدراسة تقول أيضاً أن الأشخاص البالغين ربما يشعرون بأنهم في مكان لا يناسبهم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤدي بهم إلى الشعور بحالة من عدم التزامن الذي يقود إلى الاكتئاب والضيق. للمزيد ينضم إلينا من الرياض استشاري الطب النفسي أسامة نعيمي. يسعد صباحك أستاذ أسامة معنا في صباح العربية. صحينا على خير. صباح الخير أستاذة نادين، صباح الخير أستاذة سهام، صباح الخير على العربية مشاهدين ومستمعين ومتصفحين. يسعد صباحك. طيب يعني أستاذ أسامة، بعد أن راج أن مواقع التواصل الاجتماعي تضر بأدمغة الأطفال، دراسة جامعة هارفارد تحدث بأن البالغين هم الأكثر عرضة للاكتئاب عند دخول مواقع التواصل الاجتماعي. إلى أي مدى باعتقادكم دراسة واقعية منطقية وتعكس الواقع؟ خلينا نبدأ نقول أنه أنا زعلان على أحمد العناني اللي أشار إلى أعمارنا على أنه إحنا كبار السن، بعدين أخذ حقي من عنده إن شاء الله. شيخ شباب يا أستاذ أسامة. الشيء الثاني الشيء الثاني أنه الدراسة كانت أجريت في فترة كانت صعبة على العالم كامل، وكان لها تأثير على مادي على أرواحهم، ثم على حالتهم الاقتصادية والاجتماعية، وأخيرا على حالتهم النفسية. فالمقارنة وأخذ هذه النتائج واحدة قد يكون فيها صعوبة بعض الأحيان، لكن أنا أتفق معاكم وأتفق جزئيا مع الدراسة أنه موضوع المقارنات الاجتماعية اللي كان يعاني من عندها صغار السن المراهقين والأقل سنا ثبت بالدليل القاطع وبشهادة التنفيذيين اللي موجودين في مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه المواقع تؤثر عليهم وربما تدفعهم إلى الاكتئاب وما يتبع ذلك من آثار. أما بالنسبة لكبار السن فأظن أن المتغيرات تتعدى مجرد أنه هو دخل إلى تيك توك ومو عارف ينشر أو بيشوف أشياء لا يستطيع أنه يؤديها أو يقلدها، ربما تكون في أسباب أخرى هي المسببة لهذا الاكتئاب. هل فعلا مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة بجيل محدد دون غيره، دون الأجيال التي لم تعاصر مواقع التواصل، بالتالي عليها أن تتكيف اليوم أكثر؟
لا أبدا نهائيا، بالعكس بمواقع التواصل الاجتماعي أدت خدمة كبيرة حتى أثناء فترة الجائحة، لأنه سمحت للجميع أن يتواصل ويطمن ويحصل على بعض المعلومات. لكن مع الأسف لم يكن هنالك فلترة كافية للمحتوى اللي يقدم للجميع، لذلك كان التأثير على الأشخاص بعض الأحيان تدميري أكثر ما هو تطميني، وهذا اللي أدى لأنه كثير من الأشخاص يتبنوا أفكار في تلك الفترة أثرت على حالتهم النفسية إلى اللحظة. طيب أستاذ أسامة، سألنا الناس ما هي مواقع التواصل التي تسبب لهم الاكتئاب، نتابع. برامج الفيسبوك يعني شغلة العالم، يعني تشوف عائف شغلة تعوف تعوف المصالح مالتك وتلتقي بالفيسبوك، يعني شوف أربع من تدخل البيت من تدخل في منطقة تشوف كلها لازم التليفون مكنك، يعني هاي راح تتولد كآبة. والله هو يعني مش دايما يعني، بس هو لما أنت بتلاقي حاجات إيه يعني بتزعل على طول كده، اللي هو أنت بتدخل مثلا على الفيسبوك ولا حاجة تكون فرحان تلاقي خبر مثلا في خناقة في حاجة حصلت وحشة في البلد، فتلاقي إن أنت إيه لا يعني تزعل كده. لما بفتح السوشيال ميديا بلاقي كلها أخبار حزينة وكمية موت و كلها البقاء لله، بقاء لله توفى، البقاء لله توفى، فبكتئب بصراحة ما برضاش أفتحه تاني. ما تحدثنا عن قضية الاكتئاب أو الملل، فهذه موجودة بالتأكيد اليوم خلال المنشورات التي تبث هذه الانطباعات لدى المواطن ولدى الإنسان. أكثر تطبيق يصيبني بشعور الاكتئاب هو سناب شات. الاكتئاب لما أشوف أخبار كثير سلبية، أشوف أخبار كثير سلبية في المنصات، أشوف أخبار يعني سرقات وتحصل مشاكل، أحس بالاكتئاب ولما تكثر الإعلانات. طيب نعود لأستاذ أسامة. أستاذ أسامة، كل مرة تطلع دراسة تحكينا عن الاكتئاب وتكأبنا على الصبح، أعطينا وصفتك السحرية لنبطل الاكتئاب لنكون كذا مبسوطين وسعيدين بالحياة. وصفة التواصل الاجتماعي يعني. أعتقد أسهل نصيحة وأقل عدد كلمات هي اعتزل ما يؤذيك. إذا كان الفيسبوك، سناب شات، إنستغرام أو أي منصة تواصلية، حتى لو كانت منصة مجموعة عائلية تسبب لك الأسى والأذى وتشعر خلالها أنه أنت مغترب أو أنه أنت مضطهد أو لا تستطيع أن تحقق ما ترى أمامك، فالأفضل أن تعتزلها. الضيوف اللي عندك اللي كانوا يتكلموا عن مواقع التواصل الاجتماعي هم من حقهم أن يتشكوا فيها، لكن خلي في بالك العين دائما تتجه إلى الشيء الذي تبحث عنه، فإن كانوا هم يبحثوا عن أخبار مأساوية أكيد كل اللي راح يجدوا أخبار مأساوية. دائما لازم نتذكر أنه هذه المواقع تحكمها ألغوريثمات عجيبة غريبة، وهذه الألغوريثمات تتصل بعض الأحيان برؤيتك وكبساتك اللي تضغطيها على المواقع، فإذا كان هم الأشخاص يبحثوا عن أشياء كلها حزن وكلها وفيات وكلها، أكيد الأخبار اللي راح تتلوها وتتلوها كلها تتبع بعض. يمكن الأفضل أنه احنا نبدأ نصنع لنفسنا تواصل حقيقي مش تواصل افتراضي. التواصل الاجتماعي هو شيء موجود، ما في داعي أنه يكون بس بالفضاء، ممكن يكون بالحقيقة أيضا. هل فعلا المعظم في مواقع التواصل الاجتماعي يريدون عرض ما يريد الناس أن ينظروا إليهم، كيف ينظر الناس إليهم وليس هم كما يريدون أن يعيشوا، هل هكذا هو الواقع؟ هذا يمكن جزء كبير من الحقيقة اللي حضرتك قلتيها. أنا لم أسمع عن إحدى الزميلات مثلا حاطة طبخة وهي حارقتها، أو حاطة مثلا شيء مؤذي أو شيء يهينها، أو حتى لو كانت رسالة للآخرين والأخريات، لكن أشوفهم معظمهم بضمنهم أنا طبعا نضع الصور في أحلى حلة ونضع عليها بعض الفلاتر حتى يظهر وكأننا في أنت طبعا، بس هذا مو طبيعي، هذا مش الطبيعي، هذا مش تحتاج. الطبيعي شوية حلوة الصراحة حلوة. شكرا جزيلا، حدثتنا من الرياض استشاري الطبيب النفسي دكتور أسامة نعيمي، شكرا جزيلا دكتور. أهلا بكم الجديد، إنها لحظة تتويج جديدة لشخص يعشقه كثيرون في عالمنا العربي، نتحدث طبعا عن ليونيل ميسي، فقد توج الأرجنتيني بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السابعة بتاريخه في رقم قياسي، متفوقا على روبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو ليحصد أبرز جائزة لكرة القدم مرة أخرى. أضاف المهاجم الأرجنتيني جائزة 2021 إلى أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 2015 2019 بعد فوزه بلقب كأس كوبا أمريكا لأول مرة مع منتخب بلاده في يوليو الماضي.
هاي امبارح. ليونيل ميسي. Ta victoire en Copa América, ta victoire ce soir. Voilà. ولمزيد ينضم الينا في الاستوديو الاعلامي الرياضي لطفي الزعبي. يسعد صباحك يا لطفي. تحيه ميسيه، توقعاتك كانت في محلها، ميسي يتوج بالكره الذهبيه للمره السابعه في تاريخه. بالسهل، ميسي يعني هو هديه السماء كلاعب برغوث مهاري. طبعا هو يمكن صعب يتكرر في العالم، لكن يستحق الجائزه ولا هون المشكله. هذه الجائزه يعني في اشياء كثيره بتصير فيه. كيف بدك تثبت يعني لنا انه لا يستحقها او ممكن يستحقها شخص اخر؟ لا يعني مثلا ليفاندوفسكي او ربما اشخاص اخرين دوني. ليفاندوفسكي كان لازم ياخذها العام، لم يحصل عليها. السنه اعطوه جائزه الهداف، سجل 54 هدف كنوع من يعني اسكت او مجامله او ما الى ذلك. ميسي من لما طلع من برشلونة لما دخل لباريس ما عمل شيء مميز باستثناء بطولة كوبا أمريكا. لا تصنف كوبا أمريكا كواحدة من البطولات الكبرى، خصوصا بعد التطورات الأخيرة اللي حصلت. لكن ميسي كميسي ما حدا بيقدر ينكر، لو جينا نقيم مين أحسن لاعب موهوب في العالم حياخدها كل سنة ميسي. لو جينا مين أحسن حدا بنى نفسه وصار ممتاز، من نروح لرونالدو. الناس اللي تطوروا قلنا صلاح وبنزيما. فبس في شيء غلط عم بيصير بكل المعادله. فلذلك انا مش بدي اشكك بالجائزه، انا بشكك بكل الجوائز. طب مثلا جائزه هذا العام على اي اساس مثلا ميسي؟ ما في، هو اذا كان كهداف هو جايب 45، ليفاندوفسكي 54. اذا كانجاز انه جايب كوبا امريكا واول مره بجيبها بعد طول انتظار مع لكن المعطيات امبارح كان لفت انتباهي لبس ميسي اللي مش قادر يغيره والشركه اللي بترعاه حتى هو واولاده. يعني ما في، يعني المفروض انطونيتا اسمها مرته هذه تعلم انطونيلا ولا تعلموا اللبس. يعني هي بعرفها وهو كان عمره 13 سنه. هو شخص يعني كان يتهم بانه عنده شيء او جزء من التوحد، وهذا يمكن بأكد انه احنا انه اولادنا مش لازم يكون خارق بكل شيء. يعني ولد بظروفه كان ممكن يكون انطوائي وظل عايش هناك، لكن اكتشفوا عنده موهبة الكرة ولعيب فصار واحد من أحسن لعيبة العالم. طب مدامني مهتمة برونالدو يا وكنت أتمنى يفوز يا لطفي، كان في مشاكل بين رونالدو ورئيس الجائزة. نعم مزبوط، هو رئيس الجائزة حكى أنه رونالدو بتمنى أنه يختم حياته بالجائزة، بجائزة الكرة الذهبية. رونالدو رد عليه وصار رد عليه في التويتر أمس وقال أنه وصفه بأنه بيكذب. يعني أنه هو رونالدو بيعتبر نفسه من الناس الممتازين واللي بيبذل جهد وبيحاول يكون ممتاز. هذا بفسر غيابه هو وصلاح. غيابه سببه آخر، غيابه لأنه بإنجلترا بيعتبروا فرنسا منطقة حمراء، وإذا بدهم يجوا بدهم حجر. في حظر أو حجر 14 يوم، فلذلك هو وصلاح كل اللعيب الإنجليز ما أجوا ما قدروا يحضروا الجائزة. نعم شكرا جزيلا، كنت معنا هنا في الاستوديو الإعلامي الرياضي لطفي الزعبي، يعطيك الصحة دائما. ومن الرياضة إلى إكسبو 2020 وتحت شعار كويت جديدة فرص جديدة للاستدامة، يقدم إذن الجناح الكويتي في إكسبو 2020 يقدم لزواره فرصة فريدة للاطلاع على تاريخ الدولة وحاضرها ورؤيتها المستقبلية 2035. الجناح يشمل تسلسلا زمنيا يحكي عما كانت عليه الكويت وما تبدو عليه الآن وما ستكون عليه مستقبلا. يضم تحت مظلته كل نواحي خطة الكويت التنموية، خاصة فيما يتعلق باستدامة الموارد والطاقة البديلة والتنمية البشرية والاقتصاد المعرفي.
وللمزيد تنضم إلينا في الجناح الكويتي في إكسبو دبي مراسلة صباح العربية أحلام اليعقوب. يسعد صباحك يا أحلام. الكويت تشارك بجناحها الأكبر بين مشاركاتها الخمس. انقل لنا المشهد من الجناح الكويتي في إكسبو يا أحلام. وين أحلام؟ صباح الخير سهام، صباح الخير نادين. يعني من دولة صغيرة بحجمها كبيرة بعطائها، نبدأ معكم هذا الصباح بتحية لروح الشيخ صباح، وأيضا تحية للأمير نواف والأمير مشعل من الكويت. دولة الإنسانية والعطاء التي حصدت جوائز عديدة بعطائها ومنحها للدول الأكثر احتياجا. الجناح غني جدا، حاخذكم بجولة جدا سريعة عشان نكون ملمين بكل الجوانب. الجناح يحكي تاريخ الكويت واللي مال أول مال تالي. الكويت اللي صدرت لنا الفرح والسعادة بأنواع مختلفة من الفنون. طبعا الجناح مبني على طريقة تفاعلية، إن اقتربتم إلى هذه الأعمدة ستسمعون أنواع من الطرب، الربابة، إيقاع مختلف، إيقاع بحري، إيقاعات مختلفة ممكن هنا الزائر إنه يستمع لها ويشاهدها. زي ما قلت لكم الجناح جدا كبير، حنحاول نكون معاكم سريعين ونغطي ونلم بكل الجوانب. هذه الغرفة التفاعلية هنا تحكي عن مختلف الفنون في الكويت، أفلام، مسلسلات، أغاني. مين اللي مو متعلق فينا بالخليج وفي العالم العربي بأنواع الطرب المختلفة في الكويت؟ يعني من أكبر الفنانين اللي أمتعونا، ما رح نذكر ناس ونترك ناس، لكن أكيد في عالم المسرح عبد الحسين عبد الرضا، في عالم الطرب عبد الكريم عبد القادر، عايشة المرطة وغيرهم. ننتقل معاكم الآن زي ما تشوفوا مع زميلنا باسل، هذه الحياة الفطرية. الحياة الفطرية هذه كلها الحيوانات المحنطة جاية من الصحراء الكويتية. الكويت تهتم جدا بالاستدامة وبالحفاظ على الحياة الفطرية بشكل جدا كبير. طبعا مساحة كبيرة من دولة الكويت هي صحراوية، فكل هذه الحيوانات بعضها نادر، بعضها معرض للانقراض، ففي توعية لحماية الحياة الفطرية وحمايتها من الصيد الجائر. أيضا لو تأخذ معايا يا باسل، خلينا ننتقل إلى جزيرة فيلكة. مشاهدينا جزيرة فيلكة، طبعا تاريخ الكويت يمتد إلى ما قبل 5000 سنة ما قبل الميلاد. هي غنية بالتاريخ بشكل جدا كبير، مرت عليها عصور كثيرة منهم اليونانيين والإغريق. هنا لو تشوفوا معانا بعض من الآثار اللي مأخوذة من جزيرة فيلكة، فعلا كان في حرص جدا كبير على الآثار والبحث عن هذه الآثار وما زال إلى اليوم. وبشهادة اليونسكو هي دولة غنية بالآثار والقطع النادرة، بعضها طبعا في أهم متاحف العالم موجودة بعض هذه القطع. باسل حيورينا بعض من هذه القطع النادرة والجميلة، ممنوع اللمس وإلا لكنت اقتربت أكثر من كل قطعة وتحفة فنية. ننتقل معاكم إلى تاريخ الكويت العريق، ومن هنا ممكن فعلا نشوف رؤية الكويت 2035 اللي ما لا أول ما لا تالي. هذا تاريخ الكويت ما قبل النفط وصولا إلى النفط، تاريخ غني وغزير في هذه الدولة الصغيرة. الجزء الرئيسي والمكون الأساسي لها هي الثقافة اللي يملكها الشعب الكويتي والإنسان الكويتي ما قبل الحصول على النفط. النفط طبعا في بداية الخمسينات تم اكتشافه وتصديره، حتى باتت الكويت اليوم تملك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم يا سهام ونادين. وأبرز ما يلفتني فيك يا أحلام في كل جولة بإكسبو لباسك التراثي. شكرا جزيلا يا أحلام، سنعود إليك. جميلة دائما يا أحلام، شكرا جزيلا أحلام، سنعود إليك خلال صباح العربية. إلى قصة جميلة من العراق، وبدأ أدوات بسيطة حمل على عاتقه الحفاظ على التصميمات العراقية في فن البناء خلال العصور الوسطى حتى القرن العشرين، والتي أصبحت الآن مهددة بالاندثار.
وذلك بسبب الحروب وغياب الوعي بأهمية حماية التراث الحضاري للبلاد. قصتنا اليوم مشاهدينا من الشارع العراقي مع الفنان التشكيلي حسن منصور الذي يحاول توثيق المنازل البغدادية القديمة بزخارفها وشناشيلها المطلة على نهر دجلة ليبعث بفنه رسالة للشباب العراقي وللدولة بضرورة الاهتمام بهذه المباني والمعالم التراثية. وللمزيد ينضم إلينا من جامعة بغداد الفنان حسن منصور مدرب فنون. أهلا بك يا حسن، يسعد صباحك. أخذت على عاتقك الحفاظ على المباني التراثية العراقية والمهددة بالاندثار، حدثنا أكثر عن هذه الفكرة وكيف جاءتكم. صباح الحب والاحترام من جامعة بغداد إلى صباح العربية. حسن منصور فنان تشكيلي فرع النحت، معيد في جامعة بغداد في قسم النشاطات الطلابية. من واجبنا كفنانين نحافظ على تراثنا وعلى أزقتنا. يعني حسن صباح وأحلى تحيات لجامعة عريقة في جامعة بغداد، وهذا الفن العريق الذي تحاول إحيائه الذي مؤخراً أصبح مهدد بالانتشار. أتمنى أن تكون تسمعنا منيح حسن، أو في مشكلة بالصوت؟ يا أسمعش. طيب تمام، لا أسمعش. اشرح لنا أكثر مثل ما سألت زميلتي سهام بالأول عن كيف تعيد إحياء هذا الفن. الصراحة هذه البيوت البغدادية القديمة هي بيوت قديمة كلش، بدأ البناء الحديث يطغي عليها وبدأت تزال هذه المناطق البغدادية. من واجبي كفنان ونحات على الخشب، من واجبي أوثق هذه الأعمال البيوت القديمة على لوحات فنية من الخشب الصاج، وأحاول أذكر أكثر تفاصيل عن البيوت والأزقة القديمة كانوا يسكنون بها. لأن تدرين هذه المرحلة بدت عشان تنقرض، بدت تزال، بدت بناء الحديث يطغي عليها. طيب اخترتم التصميمات العراقية التراثية خلال العصور الوسطى وحتى القرن العشرين، لماذا بالتحديد هذه التصميمات من هذه المواقيت الزمنية؟ طبعا كل بلد يتماس بحضارته وثقافته، واحنا العراق بحضارات قديمة كلش وهي وتراث، فحبنا ببلدنا وحبنا بحضارتنا وحبنا بتاريخنا. فإن كل إنسان واجب على كل إنسان عراقي أن يوثق هذه المرحلة، مرحلة حضارته. كل إنسان يحب يعبر عن حضارته بطريقته الخاصة، فأنا حبي بلدي حبيت أوثق الأزقة حكم المنطقة اللي كنت عايش بيها والأزقة القديمة، فأنا حبيت أوثق هذه للأجيال المقبلة. لأن تدرين بدأ البناء الحديث بدأ يعني يضغي على هذه البيوت القديمة. طيب حسن، يعني العراق بلد الحضارات وبلد التاريخ، اليوم إلى أي مدى هذا الفن الذي تمارسه النحت على الخشب يحظى بشعبية لدى الشارع العراقي سواء في الداخل وأيضا في الخارج اليوم في العالم عندما نتحدث عن الفن العالمي؟ الصراحة أكو شعبية قوية من الجمهور العراقي ذواق للفن، يحب يطلع. أغلب المعارض بيها حضور كلش قوي بالمعارض الفنية،
ويتعنى للمعارض، بس صعوبة الاقتناء حسب المعيشة، لأن أغلب تدرين أغلب الأعمال اليدوية شوية تكون ثمينة، مو مثل العمل التجاري أو عمل المطبوع، فإن العمل اليدوي شوية يكون ثمين، فإن الاقتناء شوية عندنا قليل بمعنى، بس الحضور لا بأس به، شعب ذواقي يحب الفن. شكرا جزيلا على وجودك معنا في الصباح العربية، حدثنا من جامعة بغداد الفنان حسن منصور مدرب فنون، شكرا جزيلا يا حسن. ومن العراق إلى السعودية وسلطنة عمان، حيث تشهد عدد من مدن ومناطق السعودية هذه الأيام نشاطا سياحيا وترفيهيا كبيرا من خلال العديد من الفعاليات والمواسم النوعية والعالمية، والتي انطلقت خلال شهر أكتوبر وتستمر حتى مارس 2022، وذلك وفق ما أورده تقويم الفعاليات والمواسم الذي أطلقته روح السعودية أو الهيئة السعودية للسياحة. ومن أبرز تلك المواسم والفعاليات موسم الرياض الذي يشهد زخماً كبيراً من خلال ما يزيد على 7500 فعالية محلية وعالمية متنوعة، وكذلك منطقة العلا بتجاربها الفريدة ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وغيرها العديد من الأنشطة والفعاليات. المزيد ينضم إلينا من مسقط الكابتن محمد أحمد المدير التنفيذي لطيران السلام. كابتن أهلا بك معنا في صباح العربية، يسعد صباحك. صباح النور والسرور، ولي الشرف أن أكون معكم الصباح، شرفنا. طيب في رأيك هل ساهمت يا كابتن الفعاليات والمواسم في تنشيط الطيران السياحي في المملكة والخليج بشكل عام؟ طبعا لا شك أن هذه المواسم والاقبالات والمطلوب فيها هي لها دور إيجابي في التواصل بين الشعوب، وأيضاً احنا في قطاع الطيران فرحين جداً، لأن كل ما زادت هذه الفعاليات الناس راح يقبلون على السفر، ويعني راح احنا نكون بخدمتهم أكثر. كابتن محمد، حملة يا نجمة عمان كانت لقت يعني كثير من الاهتمام وجذبت الأنظار، وكان في لها رواج كتير كبير بداية من الفيديو الترويجي وحتى العرض، ياريت تحدثنا أكثر عنها. طبعا هذه حملة إبداعية ويمكن من الأوائل في المنطقة اللي احنا ما شاهدناها من قبل، وأنا جدا أشكر الهيئة وجميع العاملين على أنهم يفكرون هذا التفكير المستقبلي. الفكرة وما فيها أن هم راح يكونون في موسم الرياض، وإحنا راح نسهل حق المواطنين والمواطنين العمانيين الذهاب إلى الرياض بسعر جدا يعني تشجيعي، 150 دولار أي حوالي 57 ريال، شاملت جميع تذاكر الفعاليات الموجودة بالرياض، وهذه لاقت إقبال جدا كبير. خلال أيام فقط احنا أكثر من 500 واحد حجزوا، خاصة أنها يعني تزامنت مع احتفالات العيد الوطني العماني، وكان عندنا إجازة فيعني صار عندنا العيد عيدين. طيب كابتن، كيف ترى دور تقويم الفعاليات والمواسم والذي أطلقته روح السعودية لجهة جذب المواطن الخليجي وتحريك الحركة السياحية؟ طبعا احنا دائما نحس ان هذه الامور خاصه المبادرات دي راح تكون لها دور مهم كما كانت في السابق، ولكن دور اهم في المستقبل، خاصه ما تلاقيه المملكه من يعني اقبال متزايد على الوجهات السياحيه. طب كابتن محمد، هل بتتوقعون انه بعد كل هذه العروض المميزه ان يزيد اقبال اخواننا العمانيين على موسم الرياض؟ بكل تأكيد، في الحقيقة يعني هذه مجرد فاتحة، على أساس يعني الناس قد تنتجها ما هو موسم الرياض، كل عماني راح يروح إلى الرياض راح لابد أن يرجع مرة ثانية، وراح أيضا راح يخبر 10 غيره، ف
فأنا أتوقع أن هذه الإقبال راح يزيد، وإن شاء الله إحنا دائما نكون متواجدين على أساس أن نسهل هذه الحركة. شكرا جزيلا يا كابتن، نورتنا اليوم في صباح العربية. حدثتنا من مسقط الكابتن محمد أحمد المدير التنفيذي لطيران السلام. شكرا جزيلا كابتن. إلى الطبخ الآن، وإلى طبق رهيب جدا، نجم الأطباق في عدد من دول المنطقة مثل لبنان، سوريا والعراق بأشكالها المختلفة، النيئة والمشوية والمقلية. تعتبر الكبة سيدة المائدة، تسميتها جاءت من مفهوم الكبكبة، أي تكوير الشيء ليكون أسطواني الشكل ويحوي فراغا من الداخل. من بين هذه الأنواع المختلفة للكبة يا نادين، تأتي الكبة الزغرتوية التي سميت بهذا الاسم نسبة إلى مدينة زغرتة بالشمال لبنان، وهي عبارة عن أقراص كبة محشوة أو كبة كما تقولين يا نادين، وتشوى على الفحم لتكتسب طعما مميزا. يوجد أفران متخصصة بطهي صواني الكبة في مدينة زغرتة. تنضم إلينا من زغرتة شمال لبنان مراسلة صباح العربية رينا الدويهي. رينا يسعد صباحك، صباح الكبة اليوم مع صباح ستك. صباح لستك يا رينا، صباح الخير. خليكن أحبابكن، مرسي. سلمينا عليها، عم تسمعنا؟ لا يعني هي حدي. قولي لها سهام ونادين بيسلموا عليك. أنا رح صبحكن اليوم نادين وسهام بيسلموا عليكي، سلام خاص لإلك يا تيتا. تيتا اليوم لو تأخرتوا عليا بعد شوي كانت خلصت بعد أكتر من هيدول. هي هلأ عم تشتغل بتكبكو بكبة بسمنة نحن بنسميها. فرجيهم تيتا كيف نعملها. هيدي الكبة صار نادرا النساء اللي صاروا بيعرفوا يعملوها، لأنه الحجم تبع الكبكوبة بتكون كتير كبيرة، بتنعمل دايما بالسمن. هي مشهورة على قد ما القرص الزغرتاوي هو مشهور. تيتا خبرينا قبل قصة الكبة. هيدي الكبة الكبة نحن بنستعمل الممدودة بالزيت، والمكبكبة بنستعملها بالسمنة لأن ما بتاكل قد الممدودة زيت. وبعدين نطبقه ومنحط بقلبها الحشوة، منحط بقلبها سنوبر ولحم، منمدها على طبقين، منحط لها السمنة الشحينية بيقولوا لها حموية. هيدي كمان يعني التوب للأكل المطبقه. بعدين هيدا كبكيب الصغيرة نحن بنعملها مشان نطبخن باللبين على النار، منحط عليها نتفة رز مع اللبين، بيصير نص الطنجرة بنحط مثلا 10 كبكيب من الصغور. بيجينا دار القرص تخبركن، هيدا القرص يعني بنحط فيه بقلبه شحمة وبنشوي على النار، وبنرجع اللي بيكون عندنا ناس على الغدا يعني مضطرين بنعرك جوت الني بنحط نعنع وبصل فيه. هلا ايش بدنا نقول هلا؟ يلا فرجينا كيف بنعمل كمان هيدول الكبكيب. يعني رينا يعني الكبكة بيصير بحركة دائرية. نعم، شو اللي بيميز الكبة الزغرتوية؟ هلا انك من زغرتة عبمالك هاي، ولا بدك تحكي لنا تاريخ يعني ليش تميزت الكبة الزغرتوية عن غيرها من المناطق واشتهرت فيها؟ نادين انت يعني بلشتي بانه اسمها كبة زغرتاوية، فمش لانه اسمي لاني انا من زغرتة، لانه اسمها جاي معها. هي بالفعل مشهورة لانه بغير محليات الاقراص فيها. يا رينا الأقراص الكبة بغير مطارح ما بتجي عندها نفس الحجم يلي هو موجود عنا. يعني إذا الكاميرا بتسمح لي هون فرجيكي، هيدا القرص بيبقى منفوخ من كل الميلات بشكل طابي، بمناطق أخرى هو بيكون أملس ومحشي، ويمكن يعني بتقدر تشوفيه بكتير ضيع أخرى بلبنان أو حتى الكبة السورية ما عندها هيدا الحجم الدائري الكبير. هو بيكون محشي دهني، وكمان نحن فينا نعمله محشي مع لحم. هلأ الأنواع الكبة كلها صارت تقريبا على الطاولة.
تيتا رح تعمل قرص هلا، رح تعملكم قرص لايف لتشوفي نادين القرص الصغرتاوي. هذا هو المشهور بصغرتها يعني. هيدا هو الى جانب باقي الانواع كلها، يعني نحن مشهورين انه بنعمل اكثر من نوع من الخلطه نفسها. تيتا انت كم قرص كبه عامله بحياتك؟ عامله كثير كثير، ما فيني اعد لك اياهم. انا كان عندي مطعم واعمل ايام بنهر 70 قرص 65 قرص 100 اذا عندي عزيمه بدي انا اشتغل على ايدي. انا ما قدرت اشتغلت على الكيسه لاني معوده على ايدي اشتغل القرص. واذا بدي اقول لك شيء بتعب بتعب، بس شيء بتروح العالم مبسوطه كله. يعني مثل ما قالت الكبة اللي هلأ يعني الجيل الجديد اللي بيعرف يعملها القرص بيعملوا على الكاسة. تيتا بعد من الجيل اللي بتعملوا على إيدها، يعني هيدا الشكل المنفوخ الدائري رح بتشوفيه من دون ما تعوزي شكل. بس عم بتشوف كل شوي عم بتحط مي تيتا، كيف شو ال... واضح إنه طبعا لأنه الخلطة اللي هي من برغل ومن لحمة وبهارات. الخلطة اللي هي من برغل وبهارات ولحمة لحمة المدقوقة، إذا ما بكل شوي بتحطي لها شوية مي بتنشف وما بتعيد تقدر تشتغل فيها مثل العجينة يعني بإيديها. مزبوط. ستة زمان وقتها زمان هيك انتو تعملوا الكبة بنفس الطريقة أو خبرين؟ لا، كنا نجيب اللحمة ونجيب شحمة مشان القرص تنقطع رفيع، بس اليوم بوجود هالمكانات كله ما ينعم على المكانات، اللحمة كلها ما تتنعم. نحن نشطف الجرن وندق اللحمتين نعمها مرهنة، نجيب البرغل قداش كيلو اللحم بده 4 كبيات برغل نحطها ونعركها يطلع على الكب فرج من الفرج وبتضل أطيب من جديد العطيق. يعني حتى لو سهلنا عليهم بتضل كبة الجرن القديمة أطيب. شوفي هيدي الطبقة الأولى نادين، يعني لو حطيناها يا ريت حطيتها بس على وقلم ما بتطلع هيك، يعني بهي الطريقة الاحترافية. على كل حال رح نرجع لكم بالضبط، رح نرجع لكم صوت وصورة وريحة توصل من صغرتها لهون لدبي. احنا بساعة نحن وقتها رح ترجعوا رح يكونوا كل هيدول الصواني رايحين على الفرن. يعني نحن هون رح نخلص مع التيتا، كل هيدول الأنواع رح يروحوا على الفرن إلا الكبة الصغيرة. هاي الكبة الصغيرة كمان عندها قصة عند ستة يعني عندها 54 شخص بعيتوا لها تيتا، 54 حدا. فمشاهدينا نكمل جولتنا في الجناح الكويتي في اكسبو دبي مع مراسلة صباح العربي أحلام اليعقوب. أحلام إليكي، إلى أين تأخذيننا هذه المرة؟ يا هلا ومرحبا يا سهام. بما أننا ضمن دول أجنحة الاستدامة، فمن أبرز ما يحاكي به الجناح الكويتي هي خزانات المياه التي تحفظ كميات كبيرة من المياه الصالحة للشرب والري والزراعة وغيرها. راح أخذكم الآن معي بجولة جدا سريعة للسفرة الكويتية، الأكل الخنين، الأكل الناطع. أبنتقم في هذه اللحظة من كل الفاشينستات اللي دايما يبهرونا ويمتعونا بالأكل الكويتي. الكويت فعلا مصدر للسعادة بفنونها بطربها وبطعامها. يعني دايما احنا بالخليج نقول الكويتيين بطينيين، يحبون بطونهم، لكن فعلا يعني هم عندهم ثقافة الأكل ومتعة الطعام والبهارات شيء جدا مميز، والرجال أشطر من الحريم في طيب الطبخ. راح أعرفين على بعض من الأكلات الشهيرة في الكويت. يا سلام، أكيد حعرفك طبعاً. لا أكاد أطيق صبراً. هذا المطبق، مطبق الهامور، وفي منه مطبق الزبيدي، يجي عن طريق طبقات يطبخ الرز والسمك المقلي. هذا عندنا مكبوس الدياي مع الحشو، أيضاً من الأكلات جداً شهيرة. حتى عم تحكيها بالضبط يا أحلام، مكبوس الدياي. لا يتغدون ولا يتعشون إلا مكبوس الدياي. هذا عاد حبيب عادل. الله. اللي هو عادل عم بيشوفك يا أحلى، عادل عم يتفرج عليك. أيوه بالكواليس، خلف الكواليس عم بيتابع. الله 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 على الريحة الخنينة فعلا. طبعا لا تؤكل الأكلات الكويتية إلا بوجود المعبوش اللي هو الفلفل حار، وأحيانا يكون على شكل مخللات. وين تهني العدانية؟ هذا جدا حار جدا. دهن العداني ما عندنا إياه، لكن عندنا الصوص اللي هو الدقوس. هو صلصة حمراء موجودة في كل دول الخليج، إما تكون باردة أو حارة. الكويتينيين يسوونها حارة، اللي هي صلصة طماطم مع بصل وثوم، وطبعاً يؤكل بهذه الطريقة. نحط شوية من هذا حار شوي أحلى الصوص.
وطبعا عيب 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 انه يكون في خاشوقه او ملعقه او اي حاجه في الاكل الكويتي. هذه قفشه بالكويتيه. ولا اقول لك عاد القفشه ناخذ شويه. ما في قفشه ما في قفشه ما في قفشه. ناخذ شويه من السمك مع الروبيان كذا مع الصوص. الله عم تعذبينا احنا يا احلام. مش الفاشينيستات. بنتقم بنتقم صح. الله يسامحك. الله 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 عم تضربين بالخمس يا احلام. طبعا طبعا لا ننسى الحلا الكويتي. عندنا الرهش اللي هي الحلاوه الطحينيه. عندنا الدرابيل طبعا معروفه والحلو في الدرابيل انها مو بس حلا، يعني برضو الدرابيل من المميز فيها انها تكون برضو وقت الفطور. انا ما عندي كنيليكس فراح احاول اخذ استكانه الشاي ختام على قولة الكويتيين. بعضهم يغمس الدرابيل في الشاي ويؤكل بهذه الطريقة. طبعا شيء جدا ممتع السفرة الكويتية والأكل الكويتي. الحلو في الكويتيين ما زالوا محافظين على أكلهم التراثي والأكل الشعبي وإن تطور، يعني هم جدا منفتحين على النكهات الجديدة وعلى مشهورين بالتوابل كثير جدا واسع. من أهم الشوارع مشهورين بالتوابل، لكن من أهم الشوارع السياحية في الكويت شارع المطاعم. مشهور. مستحيل أحد يزور الكويت ما يزور شارع المطاعم. والله العظيم يا نادين وسهام، لدرجة سندويشة الشاورما لها نكهة خاصة هناك في الكويت في شارع المطاعم. والله جولاتك هي الممتعة يا أحلام دائما. عوار القلب وعبود، يعني ما أقول لكم على الأكل الكويتي، شهادتي فيه مجروحة. دائما تتحفينا في جولاتك بإكسبو يا أحلام، يحلي أيامك دائما. حرام عليك خلص يا أحلام، عذبتينا. شكرا جزيلا. يحلي حياتك. يحلي حياتك. لا جناح الكويتي. أقاوم عاد رز ومجهوز. كمل جولة الأكل يا أحلام هلا. أما الآن فإلى جولة أخرى من الكويت إلى الأقصر. العالم لا يزال تحت سحر هذه المدينة الأثرية بعد افتتاح طريق الكباش التاريخي، ولكن اليوم سنتحدث عن الفن في الأقصر. سمر بشات تزور بيتاً تجاوز عمره 120 عاماً، كان بناه أحد الأهالي بالتعاون مع عالم الآثار هوارد كارتر أثناء اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، واليوم هو مقصد لعشاق الفن التشكيلي. مكان تاريخي بنكهة فنية هنا في قلب ريف الأقصر. في البر الغربي في مدينة الأقصر وبالتحديد في قرية القرنة زرنا أحد أقدم الأماكن هنا، كان بيتاً في الماضي والآن أصبح فندقاً صغيراً، ولكن له حكاية لطيفة جداً هنعرفها من صاحب المكان. أهلاً وسهلاً بحضرتك. أهلاً بحضرتك، أنا أحد الورثة من أحفاد المكان. يعني حضرتك دينا فكرة كده، مين هو جد حضرتك صاحب الفكرة؟ بدأت سنة 1882 لو رجعنا لورا مع محمد عبد الرسول الجد الأكبر، اللي هو اكتشف خبيئة الدير البحري، 52 موميا ملكية لنقل جزء كبير منها في متحف الحضارات. ثم تطور الأمر مع جدنا الشيخ علي عبد الرسول عندما قرر بناء هذا المكان، كان كمنزل في البداية. قام فيه كارتر لما أثناء اكتشافه لمقبرة توت عنخ آمون قبل ما يبني بيته الجديد. المكان عمره 120 سنة، شهد مجموعة تحول إلى بوتيك أوتيل، احد الفنادق الصغيره جدا ذات الطبيعه الريفيه، ما فيهوش انترنت ما فيهوش تلفزيون، يعني حاجه كده قديمه شويه وكلاسيكيه. عبق التاريخ في المكان هو اللي يهمنا قوي، لان مثلا الفيلم بتاع الاولد تيستمنت او الوصايا العشر اللي اتعمل بتاع يورب راينر اتعمل هنا اقام عمر الشريف وفاتن حمامه لما عملوا الفيلم المشهور، لغايه 1960 عندما قررت وزاره الثقافه ان كل خريجي كليه فنون جميله يعملوا مشاريع التخرج بتاعتهم، من هنا جاء اسم المرسم. يهمني اوري حضرتك هنا حاجه مهمه جدا وقديمه،
وهي الغرفة اللي أنا بعتبرها الأثمن والأغلى عندنا، وهي غرفة الفنانين، ودي بعتبرها الأوضة الأثمن في الفندق الحقيقة، وإحنا بنحافظ عليها جدا لأنها أولا هي عمرها 110-115 سنة، لكن الأغلى فيها بالنسبة لنا هو مجموعة الرسوم اللي موجودة فيها. هذه المجموعة الرسوم يعني مش دي أقدمهم، دي 31 يناير سنة 60، يعني احنا بنتكلم على حوالي 62 سنة. دي صورة مهمة جدا متاخدة من مقبرة رعموزة الملك. رعموزة ده كان هو عمدة البلد، ودي صورة اسمها صورة النائحات بيسموها، صورة شهيرة جدا موجودة لمنظر الحزن عندما يموت العزيز. يعني احنا بنستدعي فنانين من كل دول العالم ليقيموا ويشوفوا الحياة، لان احنا دايما عندنا كان احساس خاطئ ان الناس بتيجي للاثر، لكن الناس بتيجي للاثر والبشر. فالجبل مليء بالقصص الجميلة جدا، ومن هنا اصبح المرسم هو الاقدم 120 سنة يحمل كل هذا التاريخ. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، بما اننا نحتفي بالكبه في الصباح وبالمكبوس بالدياي، هيك يقولوا نادين بالضبط ظبطت، هي ليست اكله صباحيه. لنذهب الى هذا الموضوع التكميلي. الفكره ربما ليست في النظام الغذائي الصحي، بل تكمن في تفاصيل اخرى ايضا، ابرزها الاوقات الصحيحه لتناول وجباتنا الثلاث. ومع اختلاف الثقافات تختلف معها مواعيد الافطار والغذاء والعشاء من بلد لآخر، لكن الدراسة حددت أنسب الأوقات لتناول كل وجبة. فوجبة الإفطار مثلا يفضل أن تكون بين الساعة 7 و9 صباحا مع عناصر من الشوفان، الخبز، العصير والبيض، في حين يفضل تناول وجبة الغداء بين الساعة 12 و2 ظهرا، ويجب أن تشمل أطعمة مثل العدس، الرز، خبز، خضروات وسلطات. كما اعتبرت الساعة 8 مساء الوقت المثالي لتناول العشاء وفقا للخبراء، ويفضل أيضا قبل النوم بثلاث ساعات. إن كنت على موعد عشاء مع بعض الأصدقاء من مختلف الجنسيات، فتأكد من موعده لكي لا يفوتك أو تصل مبكراً. فمثلاً الهند مع اختلاف الثقافات الداخلية بينهم يختلف توقيت العشاء من منطقة إلى أخرى، وفي المتوسط تجتمع الأسر الساعة 7 مساءً وتستمر حتى 11:30 مساءً. إذا كنت في النرويج فلا تتفاجأ إذا لم تحصل على العشاء بعد الساعة 5 أو 6 مساءً. وفي المتوسط يجلس الناس في جنوب إفريقيا لتناول العشاء بين الساعة 8 و10 مساءً. في الولايات المتحدة يكون العشاء عادة أطول وأكبر وجبة، ويأكل الناس بين الساعة 4:30 مساء وحتى 10. العشاء في الثقافة المكسيكية وجبة خفيفة، ويتم الاستمتاع بها بين الساعة 7 و9 مساء. أما في بريطانيا تتراوح أوقات العشاء بين 6:30 مساء إلى 8. وأخيرا ننصحك بحفظ هذه المواعيد كي لا تكون سيء الحظ يوما ما وتخلد إلى النوم بلا عشاء. وللمزيد تنضم إلينا في الاستوديو راند ديسي الأخصائية في التغذية العلاجية. أهلا بك معنا يا راند. أهلا فيكم. نورتينا في صباح العربية. أنت جمعتي أخصائية واختصاصية، جمعت مركزين بالحديث معها. طيب راند، دائما إحنا في نظامنا الغذائي الصحي نركز على ماذا نأكل والكميات، ولا نركز متى نأكل. صح. هل بالفعل هناك أوقات صحيحة لابد أن نتبعها لتناول وجباتنا؟ أوكي، معك حق. على فكرة هاي نقطة جدا مهمة. بشكل عام إحنا دائما مثل ما حكيتي بنركز على السعرات الحرارية، ولكن بنبتعد عن تركيزنا عن قيمة الأغذية اللي إحنا بنتناولها، ونحن بنسميها الفود كواليتي، جودة الأطعمة اللي إحنا عن جد بنتناولها. بشكل عام كثير من الأشخاص بقول لك أنا بحب أكل بس بالليل، أو بحب كل السعرات الحرارية بخليها لبالليل وباكل الصبح أشياء خفيفة أو ما بفطر نهائيا. بحسب الدراسات يمكن هاي أكبر خطأ ممكن الشخص
الشخص يتبعه كنظام غذائي. السبب الرئيسي أنه نحن عنا بأجسامنا الساعة البيولوجية، بغض النظر عن نمط الحياة اللي إحنا منتبعه، الساعة اللي بجسمنا عندها القدرة على تحديد بالضبط قديش الوقت وكيف بيتعامل الجسم مع كل الأوقات. كل إنسان عنده ساعة مختلفة ولا؟ بشكل عام. يس. هي حسب انت كيف بتعودي جسمك. فهاي الساعه البيولوجيه بتتحكم بالسيركاديان ريذمز، يعني خلال ساعات الصباح بيكون الجسم باوج النشاط، بيكون اعلى مستويات الدوبامين هرمون السعاده. اي ساعه يعني تحديد الساعه؟ بنبلش بالساعه 7 صباحا، من الساعه 7 للساعه 9 تقريبا بيكون اعلى مستويات افراز الدوبامين هرمون السعاده، فالشخص بيشعر بالسعاده، بيشعر بالفرح، بيكون عنده موتيفيشن، بيتحرك اكثر. ولكن مع قدوم ساعات الليل للاسف تنخفض كميات الدوبامين بالجسم وبينزل هذا الهرمون، فبصير الشخص بيشعر بالإحباط، بالتعب، بالنعس. وهذا وعلى هذا الأساس كل العمليات اللي بالجسم تتنظم. طب الأكل دكتورة يأثر على نفسيتنا؟ طبعا. ومواعيد الأكل كمان أكيد. وبتأثر على الهرمونات الموجودة عندي بالجسم. إذا الشخص بيلجأ أنه هو ياخد كل السعرات الحرارية خلال ساعات المساء أو معظم السعرات الحرارية خلال ساعات المساء، بهذا الوقت الجسم بيكون كل العمليات اللي فيه انخفضت للنصف. فبيكون الهضم مش برايورتي، مش أول شيء الجسم بيركز عليه، بيكون التركيز أكثر أنه يعطي الدم للأعضاء، بيكون التركيز أكثر أنه الشخص يكون بحالة استرخاء. فللأسف خلال ساعات المساء اللي بصير أنه إحنا إذا بنتناول الأكل، هذا الشيء بحط عبء كتير كبير على الجسم، الجسم غير قادر على هضمه بالطريقة الصحيحة، غير مستريح، فبيكون عندي زيادة بالوزن أعلى. طيب على كل دكتورة، ما هي أوقاتك الرسمية لتناول وجبة الإفطار والغداء والعشاء؟ سؤال سألناه للشارع، نستمع لبعض الردود. الفطور نفطر الساعة 10، الغداء نتغدى الساعة 4. الإفطار من 8 إلى 10، غدا من 3 إلى 5، 10 من 8 إلى 10. تغدى الساعة 1 تقريبا، وعشاء عند الساعة 7 لا يجي الأولاد. إفطار الصبح ممكن بقى بعد كده أنسى نفسي مثلاً لغاية 7-8 بالليل. ده قبل شوي هاني تغدينا وهيك، وبتعشى يعني المغربيات الساعة 6. بحاول أعمل دايت، فأنا بأكل 5 وجبات. مثلاً على 8 إفطار، الساعة 2 غداء، وعشاء مش كثير يعني، مرات بتعشى ومرات لا. أفطر قبل ما أروح المدرسة، والغداء بعد ما أرجع من المدرسة. نفطر الساعة 1، الساعة 2، نتعشى الساعة 10 مثلاً. لا ما فيش مواعيد يعني، بالبلد كلها بشكل عام ما عندناش السكيدجول تبع الساعة 7 فطور، الساعة 1 غدا، الساعة 7 عشاء، يعني مش موجود هالحكي عندنا. الأوقات الرسمية هي الأوقات بعد صلاة الفجر، هذا الفطور. الغدا يعني لابد أن يكون ما قبل الظهر، حيث أن العشاء يكون ما بين المغرب والعشاء. أوقات الفطور أحسن شيء يعني بتكون من الساعة 6 إلى الساعة 10، ووقت الغدا من الساعة 11:30 إلى الساعة 2:30 3. قبل 9، الغداء بعد الظهر، العشاء بعد العشاء طبعاً. الإفطار ممكن الساعة 8، الغداء ممكن الساعة 1 الظهر، العشاء يعني أهم شيء أنه يكون قبل الساعة 10 عشان تقدر تهضم. طيب دكتورة، شفنا أنه الناس اختلفت في مواعيد الفطور والغداء والعشاء، دراسة جديدة حددت مواعيد محددة، قالت لتفادي أمراض معينة نتبع يعني صبح 7-9 فطور، من 12-2 غدا، 4 سناك، و8 المساء العشاء. ما رأيك بهذه التوقيتات؟ يا ريت عم صد الكل بيقدر يلتزم فيها. يعني هاي التوقيتات المثالية من صحيح أعتبرها؟ صحيح بشكل عام يس، هي هاي التوقيتات اللي بتكون المعادلة الذهبية عشان نحطها على السوشيال ميديا وكل الناس يتبعوها. تمام. بشكل عام المعادلة الذهبية هي ببساطة إنه نحن نعطي أجسامنا 4 ساعات إلى 6 ساعات ما بين كل وجبة رئيسية والثانية. هاي أول قاعدة عن جد لازم نتبعها. بحيث إنه أنا بعطي الجسم الوقت الكافي ليقدر يهضم الأكل بطريقة صحيحة ويستفيد من معظم الفيتامينات، المعادن، البروتين اللي أنا عم بتناولها. ثانياً يفضل أنه نحن عن جد نحاول قد ما بنقدر نلتزم بأوقات معينة خلال الأسبوع، يعني إحنا بنخلق رذم لأجسامنا. والسبب الرئيسي أنه نحن في عنا إشي يسمى إنسولين سيجنالينج، كل ما أنا بتناول الأكل كل ما البنكرياس بصير يفرز إنسولين. بالضبط، لما أنا بتناول الأكل كل يوم بأوقات متقاربة، هذا الشيء بيعطي مؤشر للجسم متى رح يفرز الإنسولين. فبنبتعد بهاي الحالة عن الإنسولين سبايكس، أو اللي هي التذبذبات المفاجئة بمستويات الإنسولين بالدم، اللي هي مسبب رئيسي
للعديد من الأمراض المزمنة، ومن أهمها الالتهابات، السكري من النوع الثاني، وحتى أمراض القلب والكوليسترول اللي بتصيب عند العديد من الأشخاص. فهاي تاني شغلة ممكن نحن نلتزم بس سؤال فيها. كمية الوجبة بتختلف من وقت لوقت ولا؟ طبعا طبعا ضروري جدا جدا. في wishful thinking حابين يكون موضوع تاني يعني. بالضبط. بشكل عام هو الوجبة actually كمية الوجبة ومحتوى الوجبة هو اللي بيأثر بشكل كتير كبير. في نحن شيء بنسميه المؤشر الجلايسيمي، واللي هو قديش محتوى النشويات والسكريات من الوجبة بيأثر على سكر الدم. كل ما كان المؤشر الجلايسيمي أقل كل ما هذا الشيء بيعود بالفائدة أكثر على الجسم، وكل ما كان أعلى كل ما بيكون مضر أكثر على الجسم. عشان هيك كمية الوجبة بتلعب دور أساسي بتأثيرها على المؤشر الجلايسيمي اللي بيأثر على مستويات الأنسولين بالدم، فهو بصراحة كله مرتبط ببعضه. شكرا جزيلا، كنت معنا هنا في الاستوديو راندا الديسي أخصائية تغذية علاجية، شكرا لك على هذه التوضيحات والنصائح. مشاهدينا، الحب وحده يجمع بين أشخاص قد يبدون من عوالم مختلفة، حيث أعلنت النجمة العالمية لينسي لوهن عن خطوبتها من الشاب الإماراتي بدر الشماس. ونشرت لوهن في حسابها على إنستغرام أمس الأحد مجموعة تصور لهما معلقة حبي، حياتي، عائلتي، مستقبلي. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن لينسي نشرت صورة تظهر خاتم الخطوبة في إصبعها وبجانبها بدر، وكتبت أسفل الصورة حبي وحياتي وأسرتي ومستقبلي. مصاريف علاجك على نفقتك الخاصة، هذه عقوبة وهي تأتي من سلطات كوريا الجنوبية لغير المطعمين ضد فيروس كورونا. يقول مصدر في حكومة كوريا الجنوبية إن الهدف من هذه الخطوة زيادة أعداد المحصنين في البلاد، والتي تبلغ نسبة المطعمين فيها نحو 79%، لكن السلطات تعتبرها نسبة غير كافية إذا ما قارناها مع الأعداد اليومية التي تسجلها كوريا الجنوبية للإصابة بالفيروس. وسيطرح القانون أمام البرلمان في ديسمبر المقبل لإضافة تعديلات على القانون الأصلي الذي يجعل الحكومة تتحمل جميع نفقات علاج المواطنين من كوفيد-19 وتقدر بنحو $8,000 للشخص الواحد. والآن إلى الجولة الفنية الأسبوعية في السعودية مع سهل وعلي. أهلا وسهلا فيكم معنا بجولتنا الفنية السعودية الأسبوعية، واللي رح نبدأها هذا الأسبوع مع الناقد السينمائي والسيناريست فهد الأسطى، واللي أثنى على ما وصفه بالتمثيل الخامس للسعودية في سباق ترشيح الأوسكار لجائزة أفضل فيلم أجنبي، متمنيا تجاوز ذلك إلى مرحلة الترشيح ومن ثم الحلم الأكبر وهو الفوز. جاء ذلك بعد تعليق على اختيار فيلم حد الطار ممثلا للسعودية، وهو الفيلم اللي فاز بعدة جوائز سابقا كما حقق نجاح جدا كبير وتصدر قائمة المشاهدات لما تم عرضه على المنصات. الفيلم من إخراج عز الشلاحي ومن بطولة فيصل الدوخي وأضواء فهد، وقد سبق كمان حد الطار لنفس هذا الإنجاز فيلم وجدة عام 2013، فيلم المرشح المثالي عام 2019، بالإضافة لفيلم بركة يقابل بركة عام 2016 وفيلم سيدة البحر عام 2020. دعا صناع الفيلم الوثائقي من ذاكرة الشمال للمخرج عبد المحسن المطيري المهتمين بمشاركة قصصهم أو المشاركة في تصوير لقطات مع الفيلم إلى المسارعة إلى ذلك، حيث أعلن فريق العمل توجهه قريبا إلى مدينة حفر الباطل لإكمال تصوير مشاهد وقصص ذكريات حرب الخليج. يتفاعل مع أخبار هذا الفيلم العديد من المهتمين حتى بصناعة الأفلام كالمشاركة اللي أعلن صناع الفيلم إعجابهم بها من السيناريست والمخرج رجال عتيبي، واللي قال بأنه كان هناك في تحرير الكويت ضمن الوفد الصحفي اللي غطى التحرير، حاكيا قصته لما قام بعمل لقاء صحفي مع الفنان الكبير عبد الكريم عبد القادر في أول ظهور له بعد اختفاء دام شهور، وقال التقيت حينها في حي مشرفة. من المفترض كمان أنه يشارك الفيلم حكايات أهالي المنطقة اللي عايشوا هذه الأحداث أو حتى اللي شاركوا فيها من خارج المنطقة، وأحداث أخرى مهمة عشان يوثقها ويعرضها بشكل فني ومؤثر يحكي الحقيقة عن حكاية الشمال في ذلك الوقت.
أكدت تقارير صحفية أن السينما السعودية قدرت أنها تسجل نمو ملحوظ في مبيعات التذاكر بحفاظها على الإقبال العالي على صالات السينما. تجاوز عدد التذاكر اللي مباعة بس خلال عام 2021 ولغاية الآن 11 مليون تذكرة. لتستمر السعودية في احتكار الصدارة في الشرق الأوسط ولتصبح علامة فارقة في سوق السينما وضمن أكبر 15 سوق في العالم والأولى على مستوى الشرق الأوسط، إذ حقق شباك التذاكر خلال 10 أشهر فقط نحو 700 مليون ريال معلنا صدارته في دول الشرق الأوسط. نذهب الآن للفيلم السعودي بلوغ اللي أنتجه مهرجان البحر الأحمر السينمائي واللي عرض في مسابقة آفاق بمهرجان القاهرة المقام حاليا وتحديدا في افتتاح هذه المسابقة. تم تخصيص مناقشة بعد عرض الفيلم لمخرجات الفيلم الخمسة من السعودية وهم هند الفهاد، سارة مسفر، فاطمة البنوي، جواهر العامري ونور الأمير. الفيلم مكون من 5 أفلام قصيرة برؤية مختلفة لكل مخرجة من هذول المخرجات، وتم عرضه أول أيام المهرجان في القاعة التاريخية إيوارت واللي صممت بمستويين وتتسع لألف شخص، حيث تم افتتاحها لأول مرة عام 1928. أخيراً أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أنه برنامج الأفلام العربية والكلاسيكية واللي تابع لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي رح يقيم ندوة تناقش موضوع مرة مهم وهو ترميم الأفلام وتراثها مع خبراء في مجال ترميم الأفلام في 11 ديسمبر القادم. رح يعقب هذه الندوة عرض عالمي أول للنسخة اللي قامت بترميمها مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي من فيلم الاختيار ليوسف شاهين، وكمان فيلم ثاني كمان رممته المؤسسة وهو حرب الفراولة للمخرج خيري بشارع. إذن نتابع تطورات الكبة إلى أين وصلت من صغرتها شمال لبنان مع مراسلة العربية وصباح العربية رينا دويهي. رينا، وصلنا لمراحل المرحلة النهائية هلأ عند الفرن. كيف وضع الكبة بالفرن يا رينا؟ لا المرحلة النهائية هي مرحلة الأكل. هاي المرحلة الثانية. أنا اليوم بواحد من أقدم الأفران هنا في صغرتا. طبعا لنوع لطريقة الخبز ولحتى نوع الفرن أهمية كتير أساسية بالنتيجة، يعني بالمذاق بالآخر. إلى جانبي أنتوان أكيد في خبرني أكتر، هو بالآخر له زمان هو والعائلة بصناعة خبز الصواني. صباح الخير. أهلا وسهلا، صباح النور، وأهلا وسهلا فيكم. نحن هيدا الفرن مؤسس من سنة 1900 قديم، وصرنا بالمبدأ 4 أجيال على هيدا الفرن، وهو من أهم الأفران والأساسية بمنطقة زغرتا الزاوية. ونحن منتميز بشوي الكبة على أنواعها اللي مشهورة هون بزغرتا، والكبة اللي تعد طبق أساسي ورئيسي بالأكلات الزغرتاوية، وجدا مشهورة الكبة الزغرتاوية غنية عن التعريف. يعني أنا اليوم كان إلي متنصلة من مهام خبز الصواني حوالي 10 أو 15 سنة، صارت المهام توكل لأخواتي الأصغر، رجعتوني اليوم على الفرن. بس أنا سعيدة لأنه الزحمة أكيد مش مثل الأيام قبل، كوننا عم نخبز كتير بكير. يعني هو بالعادة على ساعات الظهر. يمكن أطوان بيقدر خبرنا أكتر على إقبال على الكبة. أكيد هي هون أكترية الأهالي بتحب تفضل الكبة تكون سخنة وطازة عوقت عقرب الظهر يعني، وبتجتمع العائلة. ومثل ما قلنا أنه الكبة الزغرتاوية هي طبق أساسي ورئيسي بالعائلات الزغرتاوية. هلأ بهالأوضاع هيدي خيف كتير، بس بالمبدأ أنه كتر خير الله، بعد أنه من الأكلات الأساسية والرئيسية المطلوبة، واللي بعد العائلات عم حافظة على هالتراث وعلى هالأكل المميزة. في شيء خلص شوي فينا نبلش نشوف إذا. وطبعا يا رينا دخلنا فصل الشتاء وهلأ الكبة سخنة هيك تطلع من الفرن وبهالريحة وهالمنظر. عنا الكبة المكبكبة بسمن صارت تقريبا خالصة. كبة يا عيني. كمان على ما يبدو الكبة المطبقة، يعني اللي هي طبقتين بقلبها في حشوة لحم وصنوبر. بحب وأيضا الكبة اللي ممدودة رينا، هي الكبة السادة. نعم. أنا بس عندي سؤال إليك، كبة ولا كبة؟ يعني عندي كبة. عندنا دين كبة يا رينا، يعني مثل أنا وياكي سودة ولا كبدة نفس الشيء. طبعا
طب رينا، كل الانواع الكبه بتنطبخ بالفرن ولا في كبه نيه وانواع ثانيه ما تنطبخ؟ في القرص يلي شفناه عم يتحضر بالبيت، هيدا بينشوى على الفحم. الباقي نادرا يعني ما حدا يستعمل فرن البيت ليحط صينيه كبه. بالمنطقه هون كله بيلجا لهيك نوع من الافران، لانه مثل ما قلت لكم حتى الاحمرار يلي بيكون على وجه الصينيه ما بيطلع بفرن البيت اللي على الغاز، يعني طبيعه الحجر اللي موجود هون بهيدا الفرن القديم وطريقه الخبز بياثر كثير على المذاق وعلى الشكل. مش حابين نختم معك بس انتهى الوقت، شكرا جزيلا رينا دويهي مراسلة صباح العربية من صغرتا. وإلى اللقاء مشاهدينا، إلى اللقاء.